بسم الله الرحمن الرحيم. نقوم اليوم نحن في فريق جمعية حيدر التركية بتفقد المنازل والمساجد والمؤسسات التي تم تدميرها من قبل الاحتلال الإسرائيلي وخلفت العديد والمئات من الشهداء والجرحى، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء برحمته والشفاء العاجل للجرحى، وكما نهيب بأهلنا في تركيا بدعمهم إلى شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وكما عودونا دائما على وقوفهم بجانب الشعب الفلسطيني وخاصة في هذه الحرب العنيفة التي تستمر ليومها الثالث. فكل الشكر والتقدير إلى جمعية حيدر وإلى الشعب التركي على دعمهم المتواصل إلى أهلنا في قطاع غزة فلسطين.